بالنسبة بقى للحاجة شبح يهدد البطولة وبيهدد كل حاجة دلوقتي حاليا، كان حتى بيهدد بريمير ليج في فترة من الفترات وموضوع التأجيلات، كورونا، ايه الوضع دلوقتي؟ هل انت شايف ان كورونا ممكن يأثر بقوة؟ وكمان حتى عايز اسمع تعليقك يعني النقطة بتاعت كورونا، هل ممكن نشوف اجراءات مثلا استثنائية مع الوقت لو في حالة تزايد الاعداد، تباعد وقصص كده مثلا، او تدريبات، مواعيد التدريبات وضعها ايه؟ دي نقطة. النقطة التانية كمان، هل انت شايف او موافق على قرار الكاف بان هو اللعيب اللي يصاب بكورونا ما يستبدلش؟ هل ده شايف من العدالة يعني كده؟ انت بتسيب موضوع ضربة حظ شوية، ممكن المنتخب يفقد كذا لاعب مهم يا اخي، ايه المشكلة لو تم استبداله يعني؟ هو نبدا برضو بموضوع الاستبدال. هو اي منتخب ليه الحق ان هو يستبدل لاعب قبل مباراته الاولى ب 24 ساعه؟ اللاعب ده بس لازم يكون مصاب، سواء بقى مصاب طب كورونا افرض اصيب في وسط البطوله، ما انا بتكلم يعني ان خلاص دلوقتي عامل هيتم عزله، مش هيكمل معاك الا لا لما يتم ما شفاء. ينفعش ليه استدعي لاعب اخر، ما هو عشان كده عمل لك 28 لاعب. عشان كده عمل 28 لاعب هو برضو عشان كده فيها منطق يعني. يعني الاول كان 23 وخمسه احتياطي، راح قالوا لا احنا هنضمهم كلهم مع بعض وكلهم يبقوا قائمه واحده ومفيش اي مشكله، لكن في قائمه الماتش قبلها في الاجتماع الفني هتقول ان هتعلن قائمتك ال 23 لاعب اللي هيدخلوا الماتش، تمام. بس انت معاك ال 28 كاملين، يعني مش هتحدد ان الخمسه دول احتياطي بس، لا انت ال 28 ممكن تطلع منهم وتدخل منهم قبل اي ماتش طبيعي بشكل مفيش اي مشاكل في كده. جميل جدا. بالنسبه بقى لموضوع كورونا، احنا قبل الحلقه على طول كان منتخب الجابون امبارح بعد ما وصل للكاميرون اعلن اصابه بير اوباميانج وماريو ليمينا بكورونا، مظبوط، ضربة مؤثرة جدا. بس الاتحاد الجابوني اوضح في البيان بتاعه ان هم خضعوا رابيد تيست بنفس المشكله. منتخب كاب فيردي اعلن فور وصوله للكاميرون ان في 2 لعيبه عندهم كورونا برضو بعد خضوعهم لرابيد تيست في المطار. الكاميرون او الجابون من شويه اعلنت ان التاكد اصابه بير اوباميانج بعد خضوعه للبي سي ار ان هو كورونا. انا بس اللي اعرفه ان الرابيد تيست الايجابي يبقى فعلا ايجابي، لكن لو سلبي ما تثقش في نتيجته يعني. بس احنا طالما كان ايجابي كان حيفضل تطلع ايجابي. بس احنا هنروح بقى لحاجه ثانيه، ليه الكاميرون في المطار بيستخدموا رابيد تيست من اساسه يعني؟ يعني انا دلوقتي مظبوط، انا دخلت خلاص معايا تصريح ان انا عملت المسح سلبي، ما تقدرش تتاكد بالظبط، فنعمل اعمل بي سي ار واللاعب اللي يشك فيه او نتيجته تطلع بعد يوم خلاص، يعني اعلن لمعسكر المنتخب ان هو كورونا وخلاص. لكن رابيد تيست ده انت برضه ممكن تحرم لاعب ان هو يكون موجود مع منتخب بلاده لو ما عملش مسحه. مظبوط طبعا، مفيش كلام، وكمان ممكن يأذي زملائه لو بيحس ان هو زي ما قلت لك لو طلع سلبي يعني الايجابي خلاص فاين، لكن السلبي ممكن يأذي الباقي لانه ممكن يكون مصاب وما يتمش يحصلش ديتكشن كشف للموضوع.